الذكاء الاصطناعي ممكن يتفهم من خلال معادلة بسيطة جدا، وهي 2 × 2 = 4. يعني ايه الكلام دوت؟ بص، احنا عندنا يعني مكونين على جنب اسمهم الانسان والمنطق، اوكي، والناحية التانية عندنا التفكير والاكت والفعل، تمام. يبقى عندنا ايه؟ people rationally act think. لما نضرب الموضوعات دي في بعضها، الاثنين اللي هما people والراشنالي، ونضرب اللي هما الاثنين التانيين اللي هو think و act، هيطلع لنا 4، تمام. الاربعه دول ممكن نقدر نفهم منهم ازاي الذكاء الاصطناعي بيلعب في الـ4 اتجاهات. عندنا 4 نماذج. النموذج الاول بيقول لك ايه؟ think like people، TB، انك تفكر زي البني ادم. ده نموذج الناس بتشتغل عليه بتوع الاي اي، وده معناه ان احنا الاي اي بتحاول ان هي تقلد تفكير الانسان، اوكي. ومنهم امثله، مثلا ازاي بيفهم الاي اي اللغه، ازاي بيحاول بيعمل بروبلم سولفنج، يحل المشاكل وكلام زي كده. النوع الثاني هو act like people، الناس بتفكر ازاي، بتركز على الاي اي او الذكاء الاصطناعي ان هو يقدر يتفاعل زي البني ادم. ومن اشهر الامثله في حاجه زي كده ان احنا بنستخدم مثلا روبوت، مثلا ان هو يقدر يقلد حركه الانسان او يمشي او يطلع او يعمل كلام زي كده. الحاجه الثالثه اللي هو think rationally. think rationally انت تفكر بشكل منطقي، ودي طبعا مش لازم تكون شكل الانسان فقط، يعني ممكن يكون بنقلد حيوان مثلا بيطير معين او حاجه زي كده يعني. وده بتخلي بس فكره ان يبقى في منطق في العمليه، وازاي ندور على افضل حل بشكل منطقي، تمام. النقطه الرابعه اللي هو بقى تاخد تعمل معاك اللي هي اكت راشنالي، ان هي تبدا بقى الاي اي تاخد اكشن، تاخد فعل معين بشكل برضه تفكير منطقي، عشان نقدر نحقق هدف معين. قول لنا ايه رايك، هل من الممكن ان احنا في حكايه ان احنا نخلي الاي اي تقلد الذكاء الانساني وكلام زي كده، فهل ده ممكن يودينا لحته تعمل مشاكل اخلاقيه من الاي اي؟ وايه رايكم؟ ان شاء الله نحاول ان احنا نشوفه مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.